معنا ابتسامة بوزة السنة دي صح؟ صحيح. طيب ابتسامة بوزة كان ليها تقديم، والله أنا كنت قاعد عمال مطلعها لأن أنا لسه ما يعني أنا رحت المعرض الصبح امبارح قبل افتتاحه النهاردة، وكنت قاعد مع الدكتور احمد البهي وقاعدين بنتفرج وبنشوف بقى النشان وهو بيخش وحاجات زي كده، فما كان ليش لسه حظ ان انا اشتريها. ده انا هجيبها لحضرتك اكيد طبعا. لا انا هشتري عشان اشجع الناشر، عايزين نشجع الناشرين. فزميلي العزيز ورئيس تحرير الدكتور محمد فتحي يونس بعت لي ما كتب على الروايه، فانا اتخضيت. أيوه. اتخضيت لدرجة، لا اتخضيت من السعادة. اتخضيت لدرجة بتخليني دايما هتساءل على احنا بنترجم الروايات والأدب بتاعنا بشكل عام إلى اللغات المطلوبة. يعني أنا دايما أقول يا جماعة مش معقول يبقى الشارع المصري أو القارئ المصري يعلم جيدا أدباء الواقعية السحرية في أمريكا اللاتينية. ده الشارع. أيوه. أما الشارع في أمريكا اللاتينية تقريبا ما يعرفش عندنا غير نجيب محفوظ، ودي حاجة بتضايقني بقدر ما هي شيء عظيم إنهم قروا نجيب محفوظ لأنه ترجم إلى اللاتينية ثم تحولت زوايا المدق كمان لعمل هناك، لكن هم ليه ما يعرفوناش؟ ده سؤال مهم. لا هو قبل حتى ما نقول هم ليه ما يعرفوناش، يعني ماركيز قبل أن يصدر إلى العالم هو متاح في اللغة الأسبانية. يعني عندنا أزمة اساسا تسويق للكتاب محليا، خلينا نكون صراحة، يعني مستوى الاعمال عندنا في اعمال عظيمة جدا، في ابداعات عظيمة، لكن هل مثلا هذه الكتب تضخ بشكل سنوي الى مكتبات المدارس؟ واذا كانت تضخ هل هناك حصة فعلا للمطالعة الحرة؟ هل هناك تشجيع للاولاد او وقت اصلا ام ان هم يحاولوا يقرأوا ويستكشفوا الثقافة المصرية؟ أشك في ذلك. فهي أزمتنا في الأول، يعني أزمة أنك تسوق منتجك. يعني أذكر أستاذ نجيب محفوظ على سبيل المثال قعد فترة كبيرة كان بيوزع توزيعات محدودة جدا، لدرجة قال مرة للأستاذ سعيد الصحار له الناشر بتاعه طبعا. قال له يعني مش عارف إيه لسه 500 نسخة، يعني على أساس ده شيء ضخم. يعني ذكر أستاذ نجيب أن اللي عمل معاه فارق كاسم نجيب محفوظ أن روزا اليوسف سوقت له رواية وعملت لها دعاية ونزلت له صور، وبيقول مثلا رسموه كاريكاتير هو كنجيب محفوظ. وتخيل الكلام ده مثلا تقريبا أعتقد خمسينات، بداية خمسينات. تخيل روزا اليوسف كم نسخة من الرواية؟ 15,000 نسخة، ونفدت كلها، لدرجة أستاذ الصحار اتصل عليه قال له الناس بدأت ترجع تشتري النسخ اللي متخزنه، يعني في الخمسينيات وزعت 15,000 نسخه من طبعه. من طبعه واحده. انا عندي لو وصلت لاربع وخمس تلاف ببقى عندي منتهى السعاده. مش عايز اقول لو 1000، فدي ازمه كبيره. ما نكون احنا بلد 100-120 مليون او وغير الوطن العربي، الوطن العربي كله بيقرا، يعني الدنيا بقت مفتوحه على بعضها النهارده. في السعوديه، في كل دول الخليج، في العراق، في سوريا. فاذا كان 400 مليون عربي والكاتب العربي مش عارف يوزع 1000، طبعا مش مشكلته هو ككاتب، لكن هي مشكله تسويق، لان العالم يلتفت اليك. العالم ايضا التفت للاستاذ نجيب او لتوفيق الحكيم او لطه حسين ايضا طبعا، بحكم حضورهم اولا في ثقافتهم. حلو جدا.